السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بريب 2 في شرح منهج الساينس السنة دي مع مستر ماجد نجيب فهيم معلم خبير ساينس. إن شاء الله النهاردة هنكمل يونت 1 لسن 1 Attempts of Element Classification Part 3. طبعا احنا خدنا Part 1 و 2 وياريت اللي متفرجش عليهم يعمل اشتراك في القناة ويبدأ يتفرج عليهم ويفعل الجرس عشان يجيله كل جديد. ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ما عجبكش دوس ديسلايك براحتك خالص، ومهم حاجة تديني الرياكشن بتاعك ايه او التفاعل بتاعك معايا في الشرح ايه. ان شاء الله النهاردة قبل ما ندخل على بارت 3 ناخد ريفيجن على بارت 1 و 2. احنا خدنا 4 ساينتست: مندليف، موزلي، رذرفورد، بور. ياريت كده جهز ورقة وقلم، وقف الفيديو، شوف زي ما احنا متعودين نفسك انت فاكر ايه من الحاجات دي. اهم اللي عمل حاجه من عملها مندليف، موزلي، روزرفورد، بور، عشان نبدا كده نعمل ريفيجن على بارت 1 و 2 مع بعض قبل ما ندخل على بارت 3. هنكمل النهارده ان شاء الله بقى ايه الليسون. يلا كده وقف الفيديو وابدا اكتب الانسرز على طول، واحنا هنراجعها بعد ما ترجع الفيديو تلاقي الاجابات موجوده. نراجع مع بعض الحاجات اللي خدناها في بارت 1 و 2. أول حاجة مندليف اللي كتب معايا راجع إجابته، وعاوز الرياكشن بتاعك معايا، التفاعل معاك معايا في التعليق على الفيديو إن شاء الله. أول حاجة مندليف عمل إيه؟ Arrange elements، رتب العناصر in an ascending order according to their، افتكر الحتة دي، atomic weight. فاكرين مندليف أول حاجة عملها إنه رتب العناصر حسب الأتوميك إيه؟ ويت. وفاكرين في ايام مندليف كان كام اليمنتس؟ برافو 67، جود. موزلي عمل ايه بقى؟ جه بعد مندليف عمل ايه؟ Arranged element in an ascending order according to their atomic number. مش atomic weight. وطبعا اللي كتب موزلي اكتشف اد زيرو جروب، صح؟ فاكرين المره اللي فاتت كنا شرحناها في بارت 2، ضاف زيرو جروب وحط من تحت حاجه اسمها ايه؟ لانسينايدز اند اكتينايدز، لو تفتكروا ارجع للفيديو بارت 2. رذرفورد عمل ايه؟ رذرفورد اكتشف ايه؟ رذرفورد ديسكفر ذات ايه؟ ذا نيوكليوس اوف ذا اتوم كونتين بوزيتيفلي تشارجد بروتونز. فاكرين؟ بروتون البوزيتيف اللي اكتشفها هو مين؟ نيوكليوس. بروتونز، مين اللي اكتشف البروتونز البوزيتيف؟ رذرفورد. جه بعد كده بور عمل ايه بقى؟ ديسكفرد ذا مين انرجي ليفلز اوف ذا اتوم، الكي والام اللي هم عباره عن كام ليفل؟ 7 ليفلز. فين؟ في الهيفيست اتوم اللي بتبدا بالكي، ال ام ان او بي، كيو تنتهي بالايه؟ بالكيو. دي مين اللي عملها او اكتشفها؟ بور. وطبعا دي ساعدت في المودرن بريدكتور اللي هناخده النهارده، الجدول الدوري ايه؟ الحديث. ده مراجعه سريعه على اللي خدناه في بارت 1 و 2. طبعا تحت الليفل اكتشف حاجه اسمها ايه العلماء الساينتست؟ حاجه اسمها ايه؟ سب ليفلز، مستويات تحت الطاقه، وهنعرفها دلوقتي عملت ايه في المودرن بريدكت ايه؟ يبقى بص معايا راجع اجابتك، افتكر العلماء دول ساينتست دول اكتشفوا ايه او عملوا ايه. مندليف رتب العناصر اتوميك ويت، موزلي رتب العناصر حسب الاتوميك نمبر، رذرفورد اكتشف البروتونز البوزيتيف، بور اكتشف المين انرجي ليفل اللي ساعدت العلماء في تصنيف ايه؟ في الكلاسيفيكيشن بتاعنا في المودرن بريديك تيبل اللي هناخده دلوقتي مع بعض. طبعا يا اولاد بعد ما صنف مندليف البريدكت تيبل بتاعه كان عددهم فاكرين كام؟ الاليمنت 67. وجي موزلي وصنفهم ايه؟ مندليف حسب ايه؟ according to ايه؟ اتوميك، ولا اتوميك ايه؟ اتوميك ويت. اما جي موزلي صنفهم حسب الاتوميك نمبر وبدا يحط الزيرو جروبز واللانسينايدز والاكتينايدز. جه اخر تصنيف بقى عندنا اللي شغالين عليه لغايه دلوقتي عندنا الساينتست المودرن بريديك تيبل، يعني الجدول الدوري ايه؟ المودرن الحديث يعني. طبعا الجدول ده اكتشف بعد ايه؟ بعد ما اكتشفوا الانرجي ليفل والسب انرجي ليفل اللي قلنا عليه بور، اكتشف الانرجي ليفل قلنا عددهم كام؟ 7،
وفي تحت الانرجي ليفل الواحد حاجه اسمها سب انرجي ليفل، سب انرجي ايه ليفلز. ده بعد ما اكتشفوا الحاجات دي بداوا يعملوا بقى الجدول الدوري، اخر كلام وصلوا له هو المودرن بيريودك تيبل اللي احنا صنفنا فيه الاليمنتس بتاعتنا الموجودين دلوقتي، اللي هنعرف ان عددهم كام هو 180. طب المودرن بيريودك تيبل ده اتصنف على اساس ايه؟ برضه اتصنف على اساس موزلي حسب الاتوميك نمبر، وبعدين اتصنف على اساس ايه؟ الطريقه اللي بنملى بيها الانرجي سب ليفل بالالكترونز. يبقى بتصنف على اساس حاجتين، arranged element in an ascending order اللي متفقين عليها كلنا في كل المودرن بيريودك تيبل او اي بيريودك تيبل كان بيصنفوه حسب الاسندنج اوردر. يعني ايه اسندنج اوردر؟ من الصغير للكبير according to، بس هنا تبقى اللي فعل المودرن بحاجتين، their atomic number. يبقى صنف المودرن بيريودك تيبل طبقا للاتوميك نمبر مش اتوميك ويت. يبقى خد من موزلي اللي كان اخر حاجه اكتشفها اتوميك نمبر هو الاساس مش الاتوميك ويت. وتاني حاجه صنفهم حسب الواي الطريقه اللي اوف فيلينج ذا انرجي سب ليفل. قلنا في تحت الليفل الواحد الكي ال ام ان او في حاجه اسمها سب ليفلز، الطريقه اللي بيبنى بها الالكترونز فين في السب ايه ليفل. يبقى نقول تاني المودرن بيريودك تيبل ده اخر تيبل توصلوا له الساينس بعد موزلي ومندليف. طبعا مندليف كان في الاول لسه، موزلي ده يتطور بدا يكتشف بور وهكذا. هنا صنفوه حسب ايه؟ اقول تاني عشان التكرار معانا يعلم الشطار، arranged ascending order according to طبقا لايه؟ اتوميك نمبر. يبقى اول حاجه المودرن تصنف طبعا اتوميك نمبر اللي متفقين عليه، قلنا الاتوميك نمبر هو التصنيف الصح. تاني حاجة الطريقة اللي بنملى بها مين؟ الانرجي سب ليفل. خلي بالك من دي، الواي اوف فيلينج ذا انرجي اوف سب ليفل. ممكن يجي يسألني يقول لي ايه الاساس اللي تأسس عليه المودرن بيريودك تيبل؟ اقول له هو arranged element in an ascending order according to مين؟ their atomic number، مش atomic weight طبعا، غلط، لو atomic weight غلط atomic number. تاني حاجة الواي الطريقة اللي بنعمل بها فيلينج انرجي سب ليفر بالايه؟ بالالكترونز. دي بالنسبة للمودرن بيريودك ايه تيبل. طبعا وصل عدد العناصر عندنا كام الايام دي؟ اللي احنا كلنا عارفينها 100 برافو 18 نمبر اوف اليمنت ناو اللي احنا عايشين فيه. طبعا ال 118 مش كلهم ناتشرال يعني في الايرث كراست، لا كام الناتشرال؟ 92. والباقي ال 118 يعني من نقدر نعملها ماينس تقريبا حاجه 26 كده ارتفيشالي. ارتفيشالي يعني صناعيين مصنعين، العلماء صنعوه. يبقى نمبر اوف اليمنت 118. ساعات يقول لي نمبر اوف اليمنت ان ايرث كراست 118، لا غلط، في الايرث كراست كام؟ 92. دول الطبيعيين موجودين في القشره الارضيه او الحاجه اللي ربنا خلقها في الارض، زي الايرون زي الجولد زي السيلفر زي كوبر، كله دول ناتشرال ايرث كراست. يبقى نمبر اوف اليمنت كام؟ 118 برافو. لو قال لي في الايرث كراست او ناتشرال الطبيعي اقول له كام؟ 92. طب المودرن بيريودك تيبل ده بيتكون من ايه؟ احنا هنشوفه بعد شويه مع بعض ونشوف شكله عامل ازاي. اول حاجه بتكون من هورزونتالي بيريود. احنا قلنا ايه الهورزونتال بيريود في ايام مندليف؟ الهورزونتال بيريود اللي ماشيه من مين؟ من من رايت للليف، ده اسمها بيريود. يبقى كام هورزونتال بيريود؟ 7. يبقى 7 بيريودز. طب والجروب الفيرتيكال جروب يعني مين اللي ماشي منين؟ من اب لايه لداون. كام دول؟ تقريبا 718 فيرتيكال ايه جروب. يبقى نحفظها مع بعض قبل ما ندخل على الشكل العام للبريودك تيبل المودرن وهنشوفه مع بعض وهنوصفه. نحفظ كام هورزونتال بيريود؟ 7. يبقى دول 7. اما الفيرتيكال جروب 18. فيرتيكال جروب كام؟ 18. اجين عشان نفهم ان المودرن بريودك تيبل بيتكون من كام؟ 7 horizontal periods يعني دورات أفقية 7 تحت بعض، هنشوف شكله دلوقتي. أما الـ vertical groups
الفيرتيكال جروبس كام؟ المجموعات الرأسية 18 تبدأ من 1 هنا وتنتهي ب 18 هنا، أما البيريود تبدأ من 1 هنا فوق وتنتهي ب 7 إيه تحت. هنشوفه بقى مع بعض إيه دلوقتي. يبقى نقول تاني مع بعض، نرجع الجزء ده، إن المودل بيريودك تيبل عمل arranged للإليمنت ascending order according to their atomic number. ده أول حاجة عمل بها مبدأ البريودك تيبل المودرن. تاني حاجة the way of filling the energy sublevel with electrons، الطريقة اللي بيملأ بها الـ energy sublevel بالإلكترون. number of element في المودرن بريودك تيبل 118. كم في الأرث كراست؟ 92، أو بقول في الناتشورال طبيعيين. طب وصف المودرن بريودك تيبل لسه هنوصفه مع بعض بالتفصيل بعد شويه، بس هنعرف انه كام هورزونتال بيريود؟ برافو 7. كام فيرتيكال جروب؟ 18. يبقى كام فيرتيكال جروب؟ راجع معايا 18. كام هورزونتال بيريود؟ 7. هورزونتال يعني افقي، وجروب يعني ايه؟ راسي. يبقى الفيرتيكال جروبز 18، طب الهورزونتال بيريود 7. تعال نشوف مع بعض شكل المودرن بريودك تيبل مع بعض. المودرن بريودك تيبل زي ما احنا شايفين يا ولاد على التيبل على البورد بيتكون من كام بلوك؟ ادي 1، ده بلوك، ده بلوك، وده بلوك، يبقى 4 بلوكس، 4 بلوكات. عارف بلوكات زي كده، زي الاسكان كده المساكن. كل بلوك ليه اسم، خلي بالك معايا 1 باي 1 كده ونفهمه. احنا قلنا كام هورزونتال بيريود وكام فيرتيكال جروبز، تعال نشوفهم مع بعض. هورزونتال بيريود 7، يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7، كله ده كده 7. 1 ماشي كده، 2 3 4 5 6 7، دول هنعرف من قصتهم بعدين. دي كده 7 هورزونتال بيريودز زي ما احنا اتفقنا. كام جروبز؟ عدت الجروبز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. كام جروبز؟ 18 جروبز. تعال نشوف بقى ايه قصه البلوكس دي. اول بلوك الاس بلوك دي موجود ناحيه الليفت سايد، يعني الجزء ده زي ما احنا شايفين. كام جروب في الاس بلوك؟ برافو 2 اهو، 2 جروبس. انا ملخص البريودك تيبل على الناحيه اليمين والرسمه هنا. يبقى بيتكون من كام جروبز الاس بلوك؟ بلوك 2 جروبس. بنسميهم ايه التو جروبس دول؟ 1A و2A. يبقى ركز معايا، ده 1A والجروب الثاني ده اسمه 2A. يبقى كل جروب دول اسمهم 1A من هنا لهنا، كله السبعه دول ال7، وال2A برضو دول تبع الاس بلوك. ونقول تاني مع بعض عشان التكرار. اول حاجه المودرن بريودك تيبل بيتكون من كام بلوك؟ برافو 4 بلوكس، اس وبلوك اسمه بي وبلوك اسمه دي وبلوك تحت اسمه اف. اجين، بلوك اسمه اس، بلوك اسمه دي، بلوك اسمه بي، بلوك اسمه اف. اول بلوك اس بلوك دي ناحيه الايه؟ الليفت سايد، ايدك الشمال اهو، ده الاس بلوك. بيتكون من كام الاس بلوك؟ 2 جروبز. ادي جروب وادي جروب، واحنا قلنا الفيرتيكال اسمها جروب. الجروب بتاعتهم اسمها ايه؟ 1A و2A. برافو. خش على البي بلوك. ليه طب يا مستر ما دخلتش على الدي بلوك؟ اقول لك، البي بلوك في الناحيه اليمين، يبقى احنا خدنا اقصى الشمال، ناخد اقصى ايه؟ الرايت سايد، اقصى اليمين. اسمها ايه الاقصى اليمين ده؟ بي بلوك. تعال نشوف كام جروب، احنا متفقين كله 7 بيريود. كام جروبز؟ ادي 1 2 3 4 5 6 جروبز ناحيه الرايت ايه؟ سايد. يبقى ناحيه الرايت سايد اسمها ايه؟ بي بلوك. بي بلوك. البي بلوك دي بتترتب ازاي؟ احنا وقفنا عند اخر حاجه ايه؟ 2A. يبقى دي 3A 4A 5A
6A 7A. ما اقولش هنا 8A، لا هنا اسمها الزيرو جروب. فاكرين ان عملوا نوزلي اللي حط فيهم الايه؟ الانرت او النوبل جاز، الاليمنت العناصر الخامله اللي قالوا عليها النيول والارجون والهيليوم، اسمها الزيرو جروب. يبقى خلي بالك ان الاس بلوك 1 A 2 A 2 جروبس، البي بلوك اجين 6 جروبس بدأ من 3A 4A 5A 6A 7A واخر جروب اسمه ايه؟ زيرو. يعني الزيرو ده رقم كام في الجروب؟ اخر جروب طبعا يبقى رقم كام؟ 18. جروب رقم 18 هو مين؟ الجروب رقم 18 الزيرو جروب او الانيرت جاز، قبله 7A. يبقى عرفنا الاس والبي. ندخل على الدي. احنا قلنا ده اقصى اليمين وده اقصى ايه؟ سوري، ده اقصى الشمال ليفت وده اقصى ايه؟ اليمين رايت. يبقى ده فين؟ برافو، في الميدل، ان ذا ميدل. اللي في النص ده اسمه ايه؟ دي بلوك. اسمه ايه؟ دي بلوك. اجين، اللي في النص اللي في الميدل دي بلوك. الدي بلوك اللي بنسميهم ساعات الترانزيشن اليمنت، اهو كاتبها انا، اسمها ايه؟ ترانزيشن، يعني العناصر الانتقاليه. ترانزيشن اليمنتس، ركز في الكلمه دي. بتكون من كام جروب؟ تعال نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 جروبس. 10 جروبس. يبقى نراجع تاني، الاس كام جروب؟ برافو 2. البي 6 جروبس. الدي دول بقى عباره عن 10 جروبس. موجودين فين الدي؟ في الميدل، في النص. سموهم ايه؟ سموهم ترانزيشن اليمنت، العناصر الانتقاليه بسميها ترانزيشن اليمنت. طب بيبدا ايه جروب؟ احنا خلصنا عند في 7 A والزيرو. طب هل دي اسمها ايه؟ دي بقى تبدا من 3 B. اشمعنى 3 B؟ هي كده من نتيجه عمل العناصر بتاعتهم عملها 3 B. يبقى دي 3 B 4 B 5 B 6 B 7 بي. خلي بالك بقى من اللي جاي، مفيش 8 بي، مفيش 8 خالص، خلي بالك مفيش 8. امال ايه ده؟ بقول عليها 8، رقم 8 من غير بي. يبقى ال 8 دول عباره عن 3 فيرتيكال جروب جنب بعض. ليه عملهم كده؟ من هتكبر شويه في ثانوي هتعرف انهم الثلاثه دول متقاربين في الاليمنت مع بعض، وهنعرفهم بعدين. يبقى الايد دول عملوهم 3 فيرتيكال جروب جنب بعض سموها ايد. طب اللي بعده قعد 2 جروب، ارجع احنا بدانا هنا بكام؟ برافو 3 بي. يبقى ناقص عندي كام؟ 1 بي 2 بي. يبقى ده 1 بي 1 بي 2 بي. يبقى خلي بالك معايا، اراجع تاني، ان في الراي في الليفت اس، في الراي بي، في الميدل دي، دي بلوك. الدي بلوك كام جروبس؟ 10. التين يبداوا بكام؟ 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي. هنا بقى الثلاثه دول اللي مع بعض، ال 3 فيرتيكال جروب كونتين 3 فيرتيكال جروب، سموهم ايه؟ 8. سموهم ايه؟ 8. جروب 8 هو كده اسمه جروب 8. بعد ال 8 1 بي 2 بي 1 بي 2 بي. يبقى كده خدنا البلوكات كلها الموجوده. خلي بالك برضو في حاجه مهمه جدا، ان الدي بلوك او الترانزيشن اليمنت، ممكن اقول عليها ترانزيشن اليمنت صح، تبدا من بيريد رقم كام؟ بيريد يعني كده، هل هنا في حاجه؟ هنا لا، هنا لا، ثلاثه اهو. يبقى تبدا بالبيريد اللي هو برافو الفور، فور بيريد، بيريد نمبر فور. يبقى الترانزيشن اليمنت تبدا بيريد فور، عشان هو كان بيريد في الترانزيشن اليمنت او العناصر بتاعت الدي، ادي بيريد 2 3 4، هم اربع بيريد، لو هو ساب ثلاثه من فوق يبقى بدا من رقم كام البيريد بتاعت الترانزيشن؟ فور. يبقى راجع تاني، الليفت اس 2 جروب، الرايت بي 6 جروبس،
الميدل دي 10 جروبس، الاس 1 اي 2 اي عشان ما تتلخبطش، وراها البي 3 اي 4 اي 5 اي 6 اي 7 اي، اخذ جروب اسمه ايه؟ زيرو، رقم 18، جروب الاخير خالص في الموديل بريدك تيبل. الزيرو ده بيحتوي على الانرت جاز او النوبل جاز. هما اللي في الميدل سموهم ترانزيشن اليمنت، تبدا من بيريود كام؟ بيريود 4. يبقى الترانزيشن او الدي بلوك يبدا بالبيريود 4. طب تبدا بحروف ايه؟ 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي، وخد التلاتة اللي ورا 7 بي اسمهم 8. يبقى التلاتة جروب دول اسمهم 8، جروب 8 هو اسمه جروب 8. بعدين 1 بي 2 بي، اخر بلوك اللي تحت ده اللي ضافه موزل لو انتوا تفتكروا من تحت اسمه اف بلوك، ده بيلو ذا بيريودك تيبل. بيلو يعني بيلو من تحت، هو اصولا المودر الاف ده ورا العنصر ده على طول، يبدا ايه يدخل هنا وده يدخل هنا، بس مع عشان يبقى شكله كده ايه يعني، هيفرد كده هيخلي دول هنا وهيفرد دول كده على الاخر، يحط دول في النص وسطهم، يبقى شكله كده غريب شويه عشان المنظر قال الجمال، حطهم ايه من تحت، سموهم الاف بلوك. اف بلوك يبقى الاف بلوك بيلو ذا بيريودك تيبل من تحت، دول اسمهم ايه؟ اف بلوك. بيحتوي على عناصر اسمهم ايه؟ خدناهم المره اللي فاتت، لانسينايدز اند اكتينايدز، او لانسينيدز اند اكتينيدز، بقول عليها لانسينيدز اند اكتينيدز، اللانسيناد اند اكتينيناد. اجين الاف بلوك موجود فين؟ بيلو، هو وصل لكم ايه هنا، بس احنا مش المعلومه دي ليكم انتوا، بدل ما يفرد الجدول كده البريود تيبل هيبقى شكله ايه غريب شويه، لا حطهم ايه بيلو من تحت. ده بيحتوي على عناصر حاجه اسميها element of lanthanides and actinides، lanthanides and actinides من هم يا اولاد الاف بلوك. طب مين الترانزيشن؟ نراجع دي بلوك. طب مين الزيرو جروب؟ الجروب رقم كام؟ برافو 18. الاس بلوك موجود فين؟ في الليفت، بيتكون من كام جروب؟ 2 جروب 1A و2A. طب البي بلوك كام جروب؟ برافو 6 جروب، بيتكون من كام؟ 3A 4A 5A 6A 7A، والجروب الاخير اسمها ايه؟ زيرو، ده البي بلوك. الدي بلوك يبدا من بيريود كام؟ بيريود 4. طب اسمها ايه الدي بلوك؟ Transition Elements، Transition Element أو العناصر الانتقالية اسمها Transition Element. طب بتبدأ من إيه؟ تبدأ 3B 4B 5B 6B 7B، بعدين الـ 8، الـ 3 جروب دول على بعض اسمهم إيه؟ 8، بعدين 1B 2B، هما اللي من تحت ده اسمهم إيه؟ دول اسمهم F Block، F Block، Block F يعني. لف بلوك دول اسميهم لانسينيدز اند اكتينيدز. ده اولاد وصف المودرن بريودك تيبل. كده احنا خلصنا النهارده المودرن بريودك تيبل، راجعوا بسرعه، بيتكون من كام اليمنتس؟ 118 اليمنت، 92 في الناتشرال او الايرثز كراست، سوري اجين، يبقى بيتكون من كام اليمنت؟ 118 element، 92 في الايرثز كراست. طب المودل بريودك تيبل كام بلوك؟ 4 بلوكس، بلوك 1 بلوك 2 بلوك 3 بلوك 4. البلوك الناحيه الشمال ليفت سايد اسمه اس بلوك، بيتكون من 2 جروبز 1A 2A. البلوك الناحيه اليمين اقصى اليمين رايت سايد 3A 4A 5A 6A 7A، زيرو جروب اللي قلنا عليهم ال8، جروب نمبر 18 اللي قلنا عليه نوبل او انيرت جاز، ده بي بلوك. اللي في النص بقى الميدل، ان ذا ميدل دي بلوك، دي بلوك، الدي بلوك بيتكون من 10 جروبز سموهم ترانزيشن اليمنت، بيتكون من 3B 4B 5B 6B 7B 8، ال8 دول واخد 3 vertical groups مع بعض 1B 2B. هما اللي بيلو بريودك تيبل اسمه F بلوك، والF بلوك ده بيتكون من عناصر اسميها elements، اسميها ايه؟ lanthanides and actinides. بكده يا اولاد اعزائي تلاميذ بريب 2 صف السنه الاعدادي،
خلصنا اخر حاجه المودرن بيريودك تيبل اللي صنفنا عليه العناصر الحديثه اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي. ان شاء الله المره الجايه نعمل ريفيجن على الثري بارتس وهنعرف ازاي نحدد الاليمنت موجود في اي جروب وفي اي بيريود باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.